السلام عليكم، مساكم الله بالنور والسرور، وحياكم الله في قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7. رحب فيكم في مساء جديد وفي يوم جديد، ويا أهلا وسهلا فيكم. أنا الإمارات نبضي الحب والعبق، أنا الإمارات والآفاق تأتلق، أنا الإمارات أروي عشق قافية فأرسم الشعر ألحانا لمن عشق، أنا الإمارات أعلي شمس حاضرنا أبني الحضارة والإبداع ينطلق، أنا الإمارات والإنسان رائدها هو الأساس ومنه المجد ينبثق. نعم المجد وكل الأمجاد تنبثق من أرض السعادة والتسامح. أمسي عليكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعون داخل الدولة وخارجها، وأرسل لكم رسالة محبة وتسامح من عروس الساحل الشرقي من إمارة الفجيرة. مساك الله بالنور والسرور عبد العزيز. مساك الله بالنور والسرور والورد والياسمين، وصح لسانك على القصيدة اللي قلت لنا يا ليالي. الله خليك، لا نعكس إلا الواقع. فعلا حب الإمارات في قلوب الكل. نعم. الله يسلمك. قراءتنا فقط. الله يسلمك. طبعا يا ليالي تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم افتتاح فعاليات الدورة 6 من القمة العالمية للمحيطات التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط في أكبر دورة لها منذ انطلاقها، وذلك بدعم من هيئة البيئة أبو ظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي كممثلين عن حكومة إمارة أبو ظبي. نعم عبد العزيز، وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في تصريح له بهذه المناسبة: تمثل القمة العالمية للمحيطات التي تقام في العاصمة أبو ظبي مناسبة بالغة الأهمية للدولة التي تستضيف دورتها الأولى في الشرق الأوسط، وهو ما يوفر فرصة لعرض جهودنا الرائدة في حماية البيئة البحرية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. مؤكدا سموه مشاهدين أن حماية المحيطات والبحار والموارد البحرية إنما تشكل أولوية رئيسة بالنسبة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن نعمل لضمان أن يكون نمونا الاقتصادي السريع قائما بشكل لا يؤثر على تنوعنا البيولوجي البحري وعلى نظمنا البيئية الطبيعية التي تعتبر أساسية لاستدامة معيشة مجتمعنا الساحلية. طبعا كلام مقتبس. وأضاف سموه أن المركز الذي حققته دولة الإمارات في مجال التنافسية العالمية في المنطقة وفقا لأحدث مؤشر المحيطات يعكس التزامنا الراسخ بحماية البيئة والمحافظة عليها، لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به، وتركز القمة التي تستمر حتى 7 مارس الجاري في منتجع سانت ريجز بجزيرة السعديات في أبوظبي على أهم التوصيات والإجراءات الفعالة التي يجب اتخاذها للمساعدة على حماية المحيطات التي تعتبر أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، حيث يشكل الاقتصاد المستدام للمحيطات فرصة حقيقية أمام بلدان العالم لحماية التنوع البيولوجي فيها والمحافظة على أمنها الغذائي والمناخي. خلونا نشوف التقرير هذا. نستضيف اليوم في إمارة أبوظبي حدث جدا مهم وبارز، اللي هو استضافة القمة العالمية للمحيطات في نسختها 6، والتي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة البيئة أبوظبي، وأيضا تعتبر الأكبر والأول من نوعها في المنطقة، حيث يحضر معنا اليوم أكثر من 1000 خبير من القطاع الخاص والقطاع الحكومي. تهدف القمة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق، وأيضا مناقشة التحديات التي تواجه
البحار والمحيطات، ووضع الحلول المبتكرة من ناحية التكنولوجيا لحل هذه المشاكل والتحديات التي تواجهنا. وتركز أيضا القمة على تسليط الضوء على إيجاد الحلول المبتكرة والتكنولوجيا في استدامة المحيطات، وأيضا في حل التحديات مثل مشاكل التلوث، مشاكل النقل البحري، وتعزيز المحافظة على الحياة البحرية من خلال الجهود المبذولة في إنشاء شبكات المحميات والمحافظة على الأنواع والثروة السمكية، وأيضا تعزيز مواضيع مثل الاستزراع السمكي وتمويل المشاريع التي تهدف إلى استدامة المحيطات والبحار. اليوم نحن بادين بثلاث تحديات، اللي هي استدامة المحيطات، البلاستيك، والطاقة النظيفة. نبغى طبعا يكون في حلول ان نحصلها لهذه التحديات اللي هي ازدياد استخدام الطاقة، تلوث المحيطات، استخدامات البلاستيك، وتحفيز الشباب انهم يشاركون معنا. قيمة الجوائز مثل ما ذكروا الاخوان في دائرة التنمية الاقتصادية 3 مليون، لكن ليست هذه الجائزة الكبرى. الجائزة ان انت العقد ولا المردود اللي بيجيك منها في المستقبل. اليوم في أسبوع أبو ظبي الأزرق أطلقنا مبادرة رواد تكنولوجيا الابتكار في البيئة، في تكنولوجيات البيئة، وأطلقنا ثلاث تحديات. طبعا برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار يهدف إلى تسريع وتيرة الإمارات في مجال الابتكار، وكذلك ربط جميع المنظمين والداخلين في منظومة الابتكار، سواء من القطاع الخاص، من الجامعات، من المبتكرين، مع المستثمرين. أطلقنا ثلاث تحديات طبعا لخدمة رؤية الإمارات المستقبلية 2071. التحديات كانت تم عرضها من خلال المؤتمر الصحفي. نسعى من خلالها لاستقطاب مخترعين عندهم ممكن حلول واختراعات تتناسب مع هذه التحديات. سوف تكون في طبعا جوائز، واهم شيء راح يكون في اتفاقات بين المستثمرين مع المخترعين. حقيقة هذه التظاهرة العلمية اللي تشهدها الآن اليوم بافتتاح قمة المحيطات الدولي، اللي لأول مرة طبعا أبو ظبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف هذا المؤتمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مينا ريجن. وطبعا هذا المؤتمر يعتبر بالنسبة لنا مكسب كبير جدا، وله أهمية كبيرة على أساس الاهتمام بالمحيطات، لأن المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي محاطة بمحيطات، سواء كان البحر الأبيض المتوسط، شمال أفريقيا، كان البحر الأحمر، كان الخليج العربي، وكان بحر العرب، كلنا محيطين في بهذه المحيطات أو المياه الزرقاء. أجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا في حلقتنا هذه الليلة، باقة من الضيوف والمواضيع والتقارير والعديد العديد من الأشياء المفيدة والمسلية. في آن نتمنى أن نقدم لكم إياها في إطار مسلي وثقافي ومفيد. مشاهدينا، نتمنى أن ندخل إلى داخل كل أسرة وإلى داخل كل منزل وكل قلب يشاهدنا في هذه الأثناء. عبد العزيز، اليوم نحن عشية انطلاق اليوم الرياضي الوطني، والاستعدادات ما شاء الله على قدم وساق في إمارة الفجيرة منذ فترة. إن شاء الله تعالى باتشا راح يكون انطلاقتهم، راح نشوفهم اليوم، بعد راح يكون معاكم في ما هي العلاقة بين الشعر والموسيقى، وختامها مسك، ومسك الختام مع أحد عمالقة كتاب السيناريو والفنان، هو الفنان القادم من جمهورية مصر العربية خصيصا لإجراء هذا اللقاء مع تلفزيون الفجيرة العملاق، أحمد أبو السعود الإبياري. ترقبونا في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. ليالي عقد المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارجة لقاء إعلامي تفاعلي في مسرح المجاز،
نعم. وكان هذا بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارجة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاوي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارجة. طبعا عبد العزيز، نحن على مشارف انطلاق المنتدى بدورته 8 وهو المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي سوف يقام بإذن الله تعالى مشاهدينا بين 21 أو بين 20 والحادي 21 من مارس الجاري. طبعا كاميرا تلفزيون فجيرة كانت متواجدة على أرض الحدث ونقلت لكم التقرير التالي. إن شاء الله أعلننا اليوم عن انطلاق الدورة 8 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، فيه العديد من المتحدثين من الأسماء الكبيرة المعروفة. من خلال هذا المنتدى راح نتكلم عن تغيير سلوك تطوير إنسان، هذا عنوان منتدانا في هذه السنة، بحيث أنه نركز على تطوير الفرد لتغيير المجتمع إن شاء الله. فنتمنى التوفيق إن شاء الله، ونتمنى من الجميع الاستفادة من هذا المنتدى. هذا المنتدى كما عودناكم أن يكون مهم ومميز في موضوعه وفي شخصياته. موضوع هذا العام سوف نركز على الإنسان، كما عودنا صاحب السمو حاكم مواد الشارقة على الاستثمار في الإنسان. أي مشروع تنموي يركز على في بدايته على الإنسان، وحتى نهايته يركز على الإنسان. موضوع هذا العام سوف يكون تغيير سلوك تطوير إنسان. من خلال هذا الشعار سوف نتطرق إلى العديد من المحاور المهمة في حياة الإنسان، سواء مجال الصحة، مجال التعليم، مجالات مختلفة، أيضا الوظائف والمهن المستقبلية. نتمنى إن شاء الله الاستفادة من هذا المنتدى. هناك شخصيات مهمة على مستوى العالم. نتحدث على سبيل المثال شخصية مثل لاري كينغ، إعلامي أمريكي معروف في قنوات عالمية. هناك أيضا شخصيات متخصصة في تغيير سلوك الإنسان من بريطانيا، من أيضا الدول العربية. أتمنى إن شاء الله الاستفادة من مخرجات هذا المنتدى. تشرف مجلس الشارقة للشباب بتنظيم الملتقى الثاني لشباب الشارقة بالتزامن مع منتدى الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة. سيكون الملتقى هذا العام بعنوان شارقة المستقبل، بحيث سنجتمع مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التصورية لمدينة الشارقة في المستقبل. سيكون نقاش بشكل رئيسي حول 5 محاور رئيسية: الصحة، التعليم، الفرص الوظيفية، تخطيط المدن، والخدمات الحكومية وسعادة المتعاملين. يبدأ الملتقى إن شاء الله على مدى يومين. في اليوم الأول سنستقبل ضيف الشرف اللي هي معالي الوزيرة سارة الأميري للحديث عن أهم مهارات المستقبل والاقتصاد القائم على المعرفة والأمور التي تحلى بها الشباب بهذا الخصوص. من ثم ستبدأ جلسات الملتقى، بنبدأها بمبادرة احنا سميناها مصنع الأفكار، حيث يجتمع الشباب يعطون أفكارهم الرئيسية حول مدينة الشارقة في المستقبل. في اليوم الثاني إن شاء الله سيتم حصر هذه الأفكار وعرضها على المسؤولين في إمارة الشارقة والخروج بتوصيات ما يصب في هذا الموضوع. Thank you.
ما هي حدود التواصل والتفاعل بين الموسيقى والأدب؟ دعونا نطرح هذا التساؤل على ضيفينا في الاستوديو. أديب نمور وهو عازف القانون من بيت العود، أمتعتنا جدا بهذه المعزوفة وهذه المقطوعة الموسيقية سيد أديب. ونور المسلماني وحضرتك كاتبة وشاعرة، إذن الأديبة نور المسلماني أهلا بكما معنا في سبعة على سبعة. أهلا وسهلا. حياكم الله ونورتونا، ومساء جميل مع العزف الرائع مع الكلمات الجميلة راح ترافقنا في حلقة اليوم إن شاء الله. حياكم الله. خليني أبدأ معاك أستاذ أديب وأسألك، شو هي العلاقة بين الموسيقى والكلمات الجميلة في الشعر؟ هي عبارة عن علاقة أزلية قديمة روحية ما بين الكلمة والنغمة، مرتبطة ذو شجن جميل، يعني تطلع من الروح، من الحس، من القلب، توصل الإحساس أكثر. لما ترافقها الكلمات اللي توصل القلب مع العزف الرائع والجميل، تكون طريقة أسهل إلى الوصول إلى القلب. طبعا أكيد 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 فعلا. طبعا أستاذ نور، هناك علاقة ممتنة جدا وإلى أبعد الحدود بين الأجناس الأدبية والفنية، إلى أي مدى هذه العلاقة قد تؤثر على مستوى الإبداعي للعمل المقدم؟ طبعا هناك علاقة كبيرة بين الموسيقى والأدب. بالنسبة لي الموسيقى تعبر عن الذات، الموسيقى هي أكثر أفضل وسيلة للتعبير عن الحس، واكثر اكبر وسيله بتعبر عن لمس المشاعر. اراك تتحدثين عن الموسيقى واغفلت الجانب الادبي وانت الشاعره، متلازمين. هذا يعكس التواصل والتكامل بين الاثنين بطبيعه الحال. احسنت. طبعا هل هناك قصائد غنت لنور المسلماني؟ قصائد؟ نعم. تم غناؤها يعني؟ لا بعد. اليوم الحين نحن بما انك انت موجوده نستغل وجودك ونبغى نسمع كلمات جميله، ولو تكون رومانسيه تكون اجمل، ونبغى نسمع عزف رائع من الفنان القدير. صار اسمعكم قصيده بعنوان اطلقته صراحه احرفي. الله. أطلقت صراحة أحرفي وكأنني بحر من الكلمات لا ينتهي، أبني جسور عشق لا تهدم لأمحو الحزن عن الوجود، أوراقي كظل تتبعني والقلم صديقي الودود، والسحر في عينيك يأخذني إلى عالم بلا حدود، آتي حالما مستيقظة أنشر العشق وأطلق اللحن، ألتقط بأنفاس النشا وأسمع لحن النشيج، أطلقت صراحة أحرفي ولن أكتفي، فأنا كالبحر أمواج سطور، فأنا كالبحر أمواج سطور، الحرف تلو الحرف يجول بي، لا نهاية لحرفي حرة بلا قيود. إلقاء بالفعل أستاذة نور. اليوم دعونا هذه المشهدية الفنية الرائعة دعونا نقف من خلالها على ضفاف الخيال. هذا التكامل وهذه اللوحة الإبداعية التي قدمتموها، أين هو صداها عند المتلقي؟ ما إلى أين تأخذه في عوالم الخيال بين الشعر والموسيقى أستاذ أديب؟ هي العلاقة الروحية اللي مثل ما حدثت بالأول بين الكلمة والنغمة من خلال الصوت والكلمة الصادقة، طبعا تدخل الإحساس والمشاعر من غير أي شيء. يعني أيهما أسرع، الكلمة أم النغم؟ بصراحة النغمة. نعم. نغمة تدخل قلبك. ماذا تقول؟ لغة العالم الموسيقى. اللغة العالمية هلا. لا غنى عن النغمة، يعني بيكملوا بعضهم. الكتابة فن والموسيقى فن. أستاذة نور، بس يجتمعوا مع بعضهم بيكبر الفن. يعني في بعض الكلمات هل تحتاج لحن معين؟ مثل في قصيدة معينة تحتاج لحن معين، ولا أي لحن ممكن يركب على أي قصيدة؟ القصيدة الغزلية والقصيدة اللي يعني أنواع القصيدة، هل لابد أن يكون له لحن خاص فيه ولا؟ كل قصيدة إلى لحن معين.
كل قصيدة لها لحن معين بتوقف على براعة الموسيقى. وكيف أستاذ أديب تشوف أنت هل لأي قصيدة مثلا في بعض القصائد اللي تكون قصائد غزلية أو حتى قصائد حزينة أو قصائد هل اللحن إذا أي لحن ممكن يركب على القصائد هاي ولا يكون لها مخصص لحن مخصص؟ أكيد لأن أنت على علم والأخوة المشاهدين أن الموسيقى يعني مركبة على مقامات بالخاص الموسيقى الشرقية موسيقى ما شاء الله غنية يعني من خلال اللي قدموه العباقرة والعمالقة بالموسيقى العربية الأصيلة طبعا يعني مثلا أغني فيها حزن مثلا على مقام الصبا نفترض فرح مثلا مقام البيات حسب الله. نعم أكيد أكيد. متى يلجأ الأديب أستاذ أنور إلى تلوين منجزه الأدبي بالفن؟ يلجأ إلى تلوين منجزه الأدبي بالفن لما يكون يعني الموسيقى تنطبق على الكلمات عرفتي؟ فهون بيكتمل فنه. أنا بالنسبة لي الموسيقى حس راقي يعني في كثير من الأوقات بيلجأ الكاتب للموسيقى ليحرك حس الكتابة عنده الأدبي. طبعا في كثير من الأوقات بيلجأ الكاتب للموسيقى لحتى يحرك حس الكتابة عنده. فينا نسمع شيء ثاني؟ إيه تكرمي رح على غرار الأول شبيه الأول تكرمي لا في قصيدة بدي أسمعكم إياها من أكثر القصائد اللي بتأثر فيها كتبتها بيوم الشهيد الإماراتي تفضل. وهي إهداء من القلب لأم الشهيد الإماراتي. انحنت قصائدي على سطورها أمام هذه القصيدة رغم كبر هذا البيت وكثرة غرفه اتخذت زاوية صغيرة جلست على الأرض حزينة القلم يتراقص بين أنامل الراجفة أحاول الكتابة فأجد السطور فارغة أحاسيس تعدت حدود الروح كلمات حضورها موجود ولكن وصفها فاق الحدود وها أنا الآن أخرج من جسدي أعبر سطور شوقا أجسد قلمي كتابة أتنقل وألمي بين الأحرف أضع النقاط وأسمع أنينها ينادي بضوء جمرها تراب الأرض غربة أم فقدان أم موت ما الفرق غربة أم فقدان أم موت ما الفرق فالشوق واحد والحرمان واحد والحنين واحد وتراب الأرض عربي والصوت مجروح والنداء صامت والمسك يفوح امتلأت المقابر أنا أنت هو أنا أنت هو نسأل من هم وإلى أين نحن ذاهبون أقف أمام كل شهيد غاضبة أشتم رائحة التراب كي أهدأ أقف أمام كل أم فاقدة لأناديها بالوالدة أقف أمام تراب الأرض آسفة أجبل حباته بالدموع لأشتم حلمي الراحل حلم السلام الاستقلال الحرية الموت المقدر ولا الحياة المسلوبة كسرت الآهات وتكاثرت الجروح استطعت أن أسيطر على قلمي بالكتابة ولم أستطع أن أسيطر على صراخ روحي حسرة على وطن
لمست الوجدان بكل ما للكلمة من معنى نور المسلماني. شكرا لك. بالفعل أبدعتي. يقال بين القصيدة والموسيقى خيط لا يمتلكه سوى مجنون متمرد، ماذا تقولين؟ هو الشعر بحد ذاته مجنون يعني. بالنسبة للشعر أنا شخصيا عندي عالمي الخاص، أرحل إليه وآتي بأجمل القصائد، حرة بلا قيود بهذا العالم. أستاذ أديب، خلينا نتكلم عن الآلة اللي أنت موجود معاك اللي يسمونها آلة القانون. شوف، هي يعني الحين مع أغلب القصائد اللي قاعد نشوفها في العود أو في الموسيقى الثانية، شو آلة القانون؟ يعني هل هي أقوى من الآلات الثانية في توصيل الرسالة؟ لأن الشعر هي حاسيس توصل للطرف الثاني للمستمعين. هل تشوف آلة القانون هي ساهمت يعني إضافة أكبر من الآلات الموسيقى الثانية، الآلات الموسيقية الثانية؟ هو بصراحة يعني كآلة القانون وآلة العود يعني آلات الشرقية الجميلة اللي مرافقة يعني من زمان الموسيقى العربية الأصيلة. وأنتوا على علم باليوم هاي يعني صفت الآلات الغربية، الجيتار والآلات الإلكتريك، إنه ماخذي يعني على هذه الآلات. بس وجود القانون آلة مميزة يعني، وكثرة الأوتار وآلة واسعة، المساحات واسعة، بيقدر الإنسان على كل المقامات على أي شيء بيقدر يعزف عليها. اليوم أود أن أتوقف معكم عند جزئية هامة جدا، توثيق التراث، روائع التراث العربي طبعا. هل يتم بصورة أنجع عبر النغمات الموسيقية أم الأبيات الشعرية؟ النغمات الموسيقية والأبيات الشعرية مع بعض. أبقى من هم، من منهما خالد بشكل؟ لا غنى عن الموسيقى ولا غنى عن الشعر. أنا بعتبر الموسيقى والشعر كقطعة نقدية ذو وجهين مختلفين لعملة واحدة، وهي الفن العربي الأصيل. نعم، الفن الأصيل يعني موضوع الأصالة بالموسيقى، وبالأخص يعني عندنا ذخر ما شاء الله موسيقى. نستطيع اليوم توثيق أستاذ أديب تراثنا العريق جدا عبر النغمات الموسيقية، سواء من خلال آلة القانون أو غيرها من الآلات العربية؟ يعني يفضل أنه منذ النشأ تدريس هالآلات يعني من سن 6 سنوات أو 8 سنوات وما فوق، إنه هالطفل هذا يعني يعيش على أنغام الموسيقى الشرقية مش الموسيقى الغربية. على علم أنتوا الآلات الأورك والجيتار على علم في الصغر فنقشي على الحجر. أكيد الحجر. أكيد. أشكرك جزيل الشكر لك. وأنت العازف في بيت العود الأستاذ أديب نمور، وطبعا الشكر موصول لك ضيفتنا في الاستوديو الأديبة نور المسلماني وحضرتك كاتبة وشاعرة. شكرا لك. ماذا بعد عبد العزيز؟ شكرا لكم سبتنا. بارك لكم. الله فيكم. ليالي طبعا راح نشوف مع المشاهدين اللي هي تكريم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي شركائها الاستراتيجيين لمساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة. الهيئة العربية للاستثمار والنمو الزراعي هي مؤسسة مالية عربية مستقلة، مؤسسة دولية لها مقر إقليمي في دولة الإمارات ولها علاقات. فلأول مرة منذ أكثر من 42 عام يعني كان عندنا إصرار وعزيمة أن نقيم حفل لتكريم الشركاء الاستراتيجيين. ما في شك أن العمل في القطاع الزراعي عمل متنوع ومتعدد وله علاقات متعددة مع كثير من الجهات. هذه الجهات تعتبر بالنسبة لنا داعم ورافد لعملنا، لنجاح عملنا. لذلك رأينا النجاحات اللي حققتها هي في الفترة الماضية لابد من مشاركة أو مساهمة أو تكريم المساهمين والمشاركين معنا في هذا النجاح من خلال هذا الحفل. ما في شك أن العمل في الزراعة عمل كبير ويحتاج جهد ويحتاج مال كبير ويحتاج وقت. لذلك بعد كل هذه الفترة
فكرنا في أن نقيم مثل هذا الحفل تقديرا لهم، وكذلك طالبين استمرارهم إن شاء الله في التعاون مع هذه الجهات مستقبلا. الحقيقة الهيئة هدفها الأساسي طبعا توفير الغذاء أو السلع الأساسية للشعوب العربية، وتعمل كما هي عملت في السابق على استكشاف الفرص الاستثمارية، عملت دراسات الجدوى لأي مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي أو توفر احتياجات الأساسية للشعوب العربية، واللي أقصد فيها الخمس السلع الأساسية للسكر واللحوم والألبان والحبوب والزيوت. طبعا يتفرع من هذه الخمس السلع الرئيسية سلع أخرى ومنتجات أخرى، ونحن نعمل دائما على البحث عن الفرص، إعداد الدراسات وتوفير مشروع ناجح ثم المساهمة فيه ودعمه لاستمرار الإنتاج والاستدامة لتوفير ما هو مطلوب من غذاء وسلع. الحقيقة موضوع التكنولوجيا موضوع مهم جدا وخطير في نفس الوقت وأساسي، خاصة ما يتعلق بالزراعة. الزراعة عمل مضني ومتعب وكبير وواسع، لذلك باستخدام التقنيات الحديثة أعتقد ممكن نعمل فرق كبير ومهول في الإنتاج والإنتاجية وفي خلق نجاحات في المشاريع الزراعية، لأن العالم تطور باستخدام، خاصة في كثير من دولنا ما تملك مقومات الزراعة، ما تملك الأراضي ولا المياه ولا الطقس. الإمارات تجمعنا، وها هو العداء التنازلي قد بدأ بالفعل، وساعات قليلة فقط تفصلنا عن اليوم الرياضي الوطني يوم غد بإذن الله في 7 مارس. عبد العزيز، اللوحات الترويجية ما شاء الله على كل زاوية وفي كل حنايا الإمارات. فعلا زميلتي ليالي، الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتنا، العقل السليم في الجسم السليم، وراح نتحدث عن اليوم الرياضي الوطني. خلونا نعرف أكثر عن اليوم الرياضي الوطني بالفجيرة. معي هنا في الاستوديو سعادة شريف العوضي، رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني ومدير عام المنطقة الحرة في الفجيرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وسعادة الأستاذ أحمد إبراهيم، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. احنا تشرفنا بوجودك. الشرف فينا. خلينا ابدا معك استاذ شريف ونتكلم عن استعداداتكم لباكر اللي هو اليوم الرياضي الوطني في مارت الفجيرة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البداية طبعا أشكركم على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم بهذا اليوم، والشكر موصول لرئيس هيئة الثقافة والإعلام سمو الدكتور الشيخ راشد والفريق العمل. الحقيقة قبل بلاء حسن معانا في الدورة الثالثة، فشيء جيد. احنا طبعا السنة فعاليتنا وصلت ل70، لكن الحمد لله فريق العمل فريق متميز ما زال شغال، واعتقد احنا جاهزين ان شاء الله بالانطلاقة. 71 فعالية والله، يمكن لأنه يعني بالضبط 71 في حدود اللي يعني. نعم، يعني هي طبعا يعني لين قبل 4 ساعات كانت في 63، ففعلا في ناس انضافت، لكن في بعض طبعا معايير، لكن احنا جاهزين بإذن الله. بإذن الله تعالى. السيد أحمد، بصورة حضارية بالفعل تعكس التلاحم والتناغم المجتمعي الذي نعيشه في دولة الإمارات، سوف يشارك غدا كل الفئات العمرية والسنية من ذكور وإناث وأيضا من أسوياء ومن أصحاب همم في هذه الفعالية الرياضية السامية. على ما تشير هذه المشاركات؟ ما دلالاتها؟ الدلالة أنه الإمارات تجمعنا، وفعلا الإمارات تجمع أكثر من 200 جنسية من مختلف الديانات ومن مختلف الأعراق ومن مختلف الطبائع والأجناس، فجمعتنا تجمعنا الإمارات تجمعنا على حب، على التسامح. والتسامح طبعا هذا شيء ليس وليدة اليوم، إنما بنيت الدولة على التسامح من خلال البنية اللي عملها أو أسسها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه. اليوم إحنا جنينا ثمرة
اللي زرعوه أجدادنا وزرعوه شيوخنا الكرام اللي رحلوا عنا، والرسالة ما زالت قائمة ومستمرة إلى الأفضل وسنويا إلى الأفضل. واليوم إحنا العام التسامح هذا يعني تجمع، يعني ما في فرق بين المواطن وبين غير المواطن. اليوم في الرياضة هذه جمعتنا، وليس الرياضة حتى على مستوى المعيشة وعلى مستوى اللي احنا عايشين في دولة الإمارات، عايشين احنا على ألفة وثقة وتلاحم. واليوم انا صراحة لاحظت وحصل معي انه في غير المواطنين يعني حبهم للبلد احيانا حصل اكثر من احنا غار صراحة، لان حبهم للإمارة صراحة للإمارات اكثر من احنا. يعني يقول وانا اروح بلدي إجازة ابي ارجع الإمارات كبلدي. خلونا نتكلم عن اليوم الرياضي باكر. طبعا دوما اقول امس كنا نحن قاعد نتكلم يبنا ضيف بعد، وكنا نتكلم عن اليوم الرياضي، في مشكله عندنا نحن ما قاعد نمارس رياضه. اللي تلقى الشخص قبل يروح الجيم يشتري له ذاك الملابس الرياضيه الغاليه والحذاء الغالي اكرمكم الله، يروح يومين وعقب يودر الرياضه. الهدف من اليوم الرياضي الوطني، خلينا نتكلم معك سعادتك سعاده شريف، كيف ممكن نحن نخلي ثقافه الرياضه موجوده عند المجتمع؟ والله أخوي عبد العزيز فعلا أنت سؤال مهم جدا، وتفضلت بكلمة مهمة جدا هي الثقافة. طبعا المجتمعات والحضارات كلها ثقافة، والثقافة هاي ما تأتي في يوم وليلة. صحيح. الثقافة تحتاج كثير من المقومات، طبعا تربية البيت وتربية هذا والنهج التعليمي والمؤسسي وتوفير الإمكانيات. يعني اليوم كلنا احنا شاهدنا لما نسافر بعض الدول الأجنبية نرى ساحات مفتوحة وفيها معدات وفيها آلات وفيها سبل، وحتى موجودة على مستوى دول الإمارات. فإذا أنت مهم بالنسبة لك الثقافة أو التثقيف تحتاج توفير البنية التحتية. صحيح. البنية التحتية تشمل الإمكانيات والوصول. اليوم طبعا عندنا وسائل مهمة جدا اللي هي التواصل الاجتماعي والبرامج والتطبيقات، زائد أهم حاجة طبعا تكلم عن وجود المجتمع اللي يساعدك على هذا. يعني اليوم يعني في حديث لو أنت في مؤسسة 10 أشخاص لو 3 عملوا رياضة يتكلم عن 30%، لكن لما المؤسسة تكون فيها 100 شخص أو 200 شخص أو العدد يزيد، ففي كثير من الأشياء تساهم. البنية التحتية، الثقافة المنزلية، الثقافات الدخيلة، إعادة برمجة الحياة. يعني احنا حتى شفنا الآن الدوام في اوقات العمل بدات تتماشى، يعني زمان تمشي في اوقات يعني في تبدا بساعات معينه. وفي ما اقطع كلامك، امس كنا يتكلم معي ضيف، في رياضات متنوعه، في اليوغا وفي المشي وفي الجري وفي ركوب البحريه. يعني جزاك الله خير، انت جت الجزء الثاني اللي كان انا في بالي اقول، ان انت ساعات تخلق العذر او السبب. الفكره الممارسه الرياضة عن طريق ما يرضيك ما يسعدك. يعني في ناس تحب الخيل يحب الخيل وركوب الخيل، بس هي رياضة. صحيح. في ناس يحب الاستجمام في البحر، فإذا هذه رياضة. الجري، شد الحبل، فالوسيلة الثانية هي كيف يعني عدة محاور عندك اللي هي تساعد في الثقافة، البنية التحتية، الوسائل، الإغراءات، حتى عملية التواصل الاجتماعي. يعني احنا اليوم 4 أو 9 الأنشطة اللي تفضلت فيها الأستاذة الفاضلة إن زادت كانت بسبب التواصل الاجتماعي. صحيح. فكثير من الأشياء تساهم لرفع هذه الثقافة. فعلا يجب أن نتذكر دائما أن الرياضة ليست فقط لإحراز الكؤوس وإنما لتهذيب النفوس. أستاذ أحمد كان لقائنا معك شيق ولكن مختصر جدا، والعتب عليك كبير الليلة، ولكن للأسف السيد أحمد إبراهيم وهو رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مرتبط بموعد هام جدا، موعد على العشاء، ولكن بالتأكيد سوف يكون لنا لقاءات أخرى وتبحر أكثر في الكثير من المجالات الرياضية وغيره. اشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار. شكرا جزيلا. شكرا لك ونورتنا. يعني اذا كل اليوم ما في مشكله، باكر ممكن نحرق اللي كل اليوم، كلنا بناكل اليوم ان شاء الله. ومشاهدينا الكرام فاصل من بعده راح نواصل، خلوكم ويانا. نجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا أينما كنتم، ونستكمل هذا الحوار الشيق عن اليوم الرياضي الوطني الذي سوف نشهده غدا بإذن الله تعالى، حيث ينضم إلينا في الاستوديو السيد سعيد المعمري وحضرتك مدير مركز الفجيرة للمغامرات. أهلا بك معنا.
هذه هي المبادرة الرياضية المجتمعية ذات طابع وطني، كيف يتردد صداها في الخارج برأيك؟ يعني بالعكس أن هذا يوم رياضي يجمع الإمارات، فبالعكس نحن كمركز بجيل المغامرات كذلك بدينا بإطلاق برامج متنوعة ومختلفة، أنشطة مغامرات، وحاولنا نصل للمناطق التابعة للإمارة، فما شاء الله قدرنا من إمارة الفجيرة كانت عندنا حديقة الفجيرة المغامرات، نعم. هي مجموعة من تنوع من الأكثر من رائعة، أيوة. بالفعل ومنها انطلقنا إلى منطقة وحلة فيها مجموعة كذلك من الأنشطة، ومنها إلى وادي سهم، ومن وادي سهم إلى السيجي، ومن السيجي إلى الحنية، ومن الحنية إلى حبحب، إلى طويين، إلى البدية، وكذلك محمية وادي الوريعة، فحاولنا نصل إلى المجتمع، مناطق سياحية بامتياز هذه، وكذلك نفعلها عن طريق الأنشطة والمغامرات التقليدية كذلك وإضافة مغامرات. أماكن جميلة والمغامرة دوما نوع رياضي جميل. سعادة شريف العوضي، خلينا نتكلم عن دعم الدولة ودعم القيادة لليوم الرياضي، كيف شفتوا هذا الدعم اللي كان موجه لكم؟ طبعا احنا البنية التحتية هي الأساس النجاح، فالدولة طبعا توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تنفيذ أو في تفعيل اليوم الرياضي طبعا ما جاء من فراغ. الإمكانيات موجودة في دولة الإمارات على مستوى الخدمي ومستوى المجتمعي ومستوى المؤسسات، فتوجيه يعني كان السؤال موجه قبل شوية أن المجتمع قريب للقيادة والعكس، التفاف فساعات ممكن تتغطي نقص أو تحدي بتفاني وكذا. احنا اليوم حصلنا بتوجيه القيادة كل المؤسسات تتفاعل معنا، يعني بتتفاجأ لو قلت لك من 100 مؤسسة اليوم، يعني احنا عندنا اكثر من 100 مؤسسة اليوم تتفاعل معنا في اليوم الرياضي، 100 مؤسسة في 70 نشاط، مفروض يكون العكس، منهم اكثر من 25 مؤسسة الى 30 مؤسسة وطنية او حكومية سواء خاصة او قصدي محلية او اتحادية. إلى جانب طبعا لو رجعنا شوية في الفجيرة، احنا طبعا لا شك أن الوالد الشيخ حمد هو طبعا أبونا وحاكم الإمارة، لكن اليوم بعد سموه وجه طبعا أو متفرغ أو متواجد معنا توجيهات مباشرة لسيدي الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يعني هو متابع ودائما يكرمنا باستضافة فريق العمل الرئيسي الاتحادي إلى جانب تذليل العقبات، كلمة موجهة للمؤسسات. فأنت تحص لما تكون عندك القيادة لها توجه ولها دعم، فبالتالي المؤسسات تتعامل صحيح، وهذه هي البنية الأساسية اللي موجودة. البنية الثانية أن دولة الإمارات مثل ما تفضل احنا تركنا البنية التحتية تتطور لاحتضان الفعاليات والأفكار والحضارات والعادات والتقاليد المختلفة، فبالتالي كلها هذه تصب في دعم لوجستي، دعم معنوي، دعم وطني، دعم قيادي. يعني اليوم احنا كثير من الناس لما تقول أي شيء مرتبط باليوم الوطني فيبادروا، يعني احنا قبل شوية كنا نلف على القرى، في ناس يعني مجهزة يعني جزء من الرياضة. ما فعلا ما اقطع كلامك، انا امس كنا نتكلم عن دور مركز المغامرات، عندهم فعاليات حلوه تشجع الواحد انه يسويها اول مره ممكن يسويها. بالفعل عبد العزيز، ونحن اصلا سوف نزور المركز باقرب وقت ممكن، اجواء فريده من نوعها سوف تطبع هذا اليوم الرياضي الطويل غدا باذن الله تعالى. بماذا تعدون الجمهور؟ اجنده الفعاليات مفاجات كثيره مثل ما قال سعاده شريف، باختصار مفاجات مفاجات وفرصه للمجتمع أن يجرب رياضات جديدة، وفي أشياء يعني يمكن لو يروح بيستأجرها أماكن التجمع، يعني بتكون فري أوف كوست، وبإمكانه يجرب كثير من الفعاليات والأنشطة. البرامج ما شاء الله تم نشرها على التواصل الاجتماعي، موجودة وسهلت الوصول إليها عن طريق نبدي للجمهور لو سمحت آي فجيرة، برنامج آي فجيرة المدعوم من بلدية الفجيرة، بإمكانك تصل له وتسجل بالفعالية اللي تناسبك والأقرب إليك والوقت المناسب. ففي أوقات تبدأ من الساعة 6
ربعا صباحا الى المساء ان شاء الله. فبامكانكم يعني الجمهور يصل الى هذه الانشطه بكل سهوله بالوقت المناسب والمكان المناسب. ما شاء الله اعلى مستوى من التنظيم والتنسيق. سعاده شريف حبيب العوادي، اود ان اتحدث معك عن الجنود المجهولين خلف الكواليس، كيف كانت التحضيرات وانتم على اهبه الاستعداد وحضرتك رئيس اللجنه المنظمه لهذا اليوم الرياضي الوطني؟ انا بدايه اقول طبعا اول شيء شكري وامتناني للقياده في اختياري، بس انا محظوظ واشكر الله سبحانه وتعالى، ومن هالمنبر اوجه شكر وامتناني. انا عندي فريق عمل يمكن يزيد عن 50 شخص وفوقهم 100 شخص متطوع، الطاقة اللي موجودة فيها حبهم للوطن، حبهم للتميز. فأسماء كثيرة، مؤسسات كثيرة، أنا أخاف أبخص في حق حد. طبعا شريكنا الاستراتيجي اللجنة الأولمبية الشيخ محمد مثل ما ذكرنا، الشيخ مكتوم رئيس نادي الفجيرة كثير. احنا بس السنه بعد كانت عندنا بادره مختلفه تماما اذا يسمحوا لي. احنا حاولنا نرفع شعار ان احنا مع القياده قلبا وقالبا في كل توجهاتها، دوما مع القياده سعادتي. زين، فعام التسامح كان لها رمز الغافه، فاحنا استبدلنا الغافه بالشعله بالغافه، فراح تنتقل اكثر من 48 غافه مسافة 214 كيلو متر مربع ما شاء الله، من مكان إلى مكان، أبعد نقطة 80 كيلو من الفجيرة حتى دبا، وبالطائرة الشراعية أوكي، بالدراجات، بالمشي، بالخيول، بالكياك. فالفكرة فعاليات ممتعة جدا بالفعل، ونحن نتطلع قدما إلى يوم غد بإذن الله، وكلنا نستظل في ظل الغاف، في ظل التسامح، في أرض التسامح دولة الإمارات العربية المتحدة. ندعو الجميع من خلال شاشة تلفزيون الفجيرة إلى التفاعل مع اليوم الرياضي الوطني غدا بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر سعادة شريف حبيب العوادي مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وحضرتك رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني، والأستاذ سعيد المعمري وحضرتك مدير مركز الفجيرة مغامرات. بريك ومنرجع. إلى مسك الختام مشاهدينا، كما وعدتكم في بداية الحلقة، ضيفنا هذا المساء السيناريست والمخرج والمنتج المؤلف المسرحي القادم خصيصا من جمهورية مصر العربية إلى إمارة الفجيرة، أحمد أبو السعود الإبياري. أهلا ومرحبا بك معنا في شاشة تلفزيون الفجيرة وبرنامج 7 على 7. أهلا بك وتحية لكل المشاهدين. اهلا بك البرنامج. يا هلا فيك ونورت الفجيره، هي ومنطقتك الثانيه وبلدك الثانيه في الامارات. الله يخليك. أهلاً الله يخليك. شكرا شكرا لك. سوف نتحدث اليوم ونطلع الجمهور عما لا يعرفونه عن اسره الابياري، ولكن سوف نبدا مع رحله النجاح الممتزجه بالشقاء، كيف كانت؟ هو لازم ابدا بالشقاء ثم النجاح. قلت أسرة، أقصد رحلة. رحلة لازم تبدأ بالشقاء، يعني اللي بينجح من أول لحظة يعني بيبقى نجاحه ممكن يختفي بسرعة، لكن النجاح اللي بيجي بعد الشقاء هي بتبقى الرحلة شقة، لكن في الآخر بتبقى تستمتع ممتعة. بهذا النجاح ممتعة. على الشخص اللي بيحاول يستمر في النجاح وإنه يتحمل استمرار الشقاء. أستاذ أحمد، بما أنك مؤلف مسرحي كبير ونستغل الفرصة هاي، ودوما نحن كنا نقول مصر هي ولادة المسرح في الوطن العربي كله، كيف تشوف وضع المسرح الآن إن كان في مصر أو إن كان في الوطن العربي بشكل عام؟ بص، يعني حاليا دلوقتي يعني من شهرين أنا شفت عروض في مصر، أعتقد أنها هتبقى عودة قوية جدا للمسرح بإذن الله. هو الحقيقة طبعا مسرح في مصر ده من أول القرن التاسع عشر، مش فقط في يعني في العالم يعني كله، عدى عليه 100 سنة وزيادة، يعني أكثر من 100 سنة، يعني 110 120 سنة، وكل اللي ظهروا في هذا المجال وقدموا نجاحات كتير جدا
فهي عملية مش متوقفة على شخص ولا اتنين ولا تلات ولا ده جيش من المبدعين عملوا نهضة مسرحية خطيرة جدا. والحمد لله ان التلفزيون لحق في بداية الستينات انه يسجل هذه العروض، ولكن كان قبل منها في عروض قوية جدا برضو. ولكن حال المسرح انه لازم يتطور، لازم يتطور عشان يواكب الجديد في عقول الناس. ف ما ينفعش يبقى ماشي هو بالسيستم القديم، لازم دايما يتطور، يبقى اب تو ديت مع كل تطور وكل تحديث للحياة. استاذ احمد، الفنانة يعني هي رائدة المسرح العربي، الفنانة المصرية سميحة ايوب كانت ضيفتنا الاسبوع الماضي على شاشة تلفزيون الفجيرة، وقالت المسرح تحول الى سكتشات هزلية فقيرة واحيانا مهينة، وهذا كلام منسوب الى الفنانة المصرية سميحة ايوب. اليوم فن المسرح هل هو في مأزق؟ هل ما زال يعكس هموم وشجون الشارع العربي؟ لا، الغالبية العظمى من اللي هي الأستاذة سميحة أيوب بتقصد مسرح معين أنا يعني هم بيشوفوه موجود، يعني اللي هو بيقدم سكتشات لا ترقى لإرضاء الجمهور، لإرضاء جمهور المشاهدين في التلفزيونيا. المسرحية بتستمر في المسرح 3 أيام بس، وعن صوروها للتلفزيون ويحسبوها على المسرح أنها مسرحية، ولكن إذا سألت أي متفرج اسم المسرحية إيه مش يعرف يقول اسمها، لأنه الاسم مش موجود في ذهن الناس. بس سعادتك، لو نحن نقول نحن الشباب قمنا نفضل المسارح هذه أو الأشكال هذه من المسرحيات ويتناسبنا أكثر، فهل أنت تشوف أن نحن يعني في مشكلة من عدنا، ولا المشكلة من المسرح أنا قاعد غير من ذائقتنا الفنية تجاه المسرح؟ بس هقول لك على حاجة، أنت ممكن تقدم ده بس لا تطلق عليه كلمة مسرح، يعني ده برنامج ممسرح، برنامج تلفزيوني ممسرح، واخد بالك؟ لكن كلمة مسرح دي ليها أركان كتيرة جدا عشان تقدر تقول بقدم عرض مسرحي. ما ينفعش انك انت تعمل فيلم سينمائي عبارة عن 3 4 5 6 قاعدين ينكتوا وتقول ده فيلم سينمائي، طب فين عناصر الفيلم السينمائي؟ صح، واخد بالك؟ دعنا نستغل وجود الأستاذ أحمد الإبياري معنا، وأنت السيناريست والمؤلف المسرحي الشهير. جورج لوكاس وهو السيناريست الأمريكي قال دوما السيناريو هو الحلم الذي تراه أنت بمفردك كسيناريست، ولكن أعمالك الفنية ما شاء الله استطعنا أن نقرأها وأن نستشعر بها. كيف استطعت أن تترجم بنات أفكارك وأن توصلها إلى المتلقي؟ هجاوب على السؤال بس هكمل حتة صغيرة في السؤال ده، ان مش معنى كده ان الناس اللي بيمثلوا هذه الاسكتشات او هذه المسرحيات المتلفزة او البرامج الممسرحة ان هم مش فنانين كويسين، فنانين ممتازين بدليل نجاح. خلاص، دي المشكلة ليست بالفنان نفسه، لا، المشكلة في اللي بيقدم بينتج هذا العمل بس، ولاقي المحطة اللي بتروج لهذا العمل، فالفلوس موجودة، يعني مفيش مشكلة إنتاجية. ده رغبة المنتج، يعني المنتج عايز كده، كان زمان المخرج عايز كده، دلوقتي المنتج عايز كده. تضارب الاقتصاد مع الفن. واخد بالك؟ أما بقى الموضوع السيناريو حضرتك، أنا عايز أضيف لك حاجة مهمة جدا، ودي بتسبب حساسية شديدة جدا عند اللي بيشتغلوا في المسرح. المسرح مؤلف نمرة واحد، ثم يأتي أي شيء آخر. ليه؟ مش هقولك ابحثي في تاريخ المسرح، هتلاقي المسرح دايما بأسماء المؤلفين، سواء شكسبير هتلاقيه، جورج فيدو هتلاقيه، أي اسم هتلاقي اسم المؤلف مقترن بالمسرح، ولكن عين الإخراج، عين الكاميرا، ده موضوع تاني، بس الأساس المسرح، المؤلف. المؤلف، لأن المؤلف ده بياخده، ممكن المسرحية يخرجها 10 مخرجين على مدر سنوات، لكن يظل اسم المؤلف هو العلامة المميزة. كويس؟ أنا من مدرسة المسرح المؤلف، اللي لابد أن يكون هناك مؤلف معروف لهذا المسرح. ثم أنا تعاملت مع مخرجين كتير، كبار وصغار وشباب، ولكن يظل ما أقدمه للناس هو معروف باسم أحمد الإبياري، مذاق خاص لمسرحي، واخد بال حضرتك، وليس مذاق آخرين. فهنا السيناريو
أنا وأنت خدت تجربة السيناريست والمخرج في أن. لا أنا بكلمك حتى كسيناريست في المسرح. ما المسرح ده عبارة عن إيه؟ كلمة سيناريو يعني تفصيل مشاهد، ولكن المسرح صعوبته إن أنا ببقى محجوز في 3 4 5 ديكورات، ودي براعة المؤلف. إزاي أنا أخلي المتفرج قاعد طول العرض ده قاعد مستمتع بعرض كل ما هو حواليه عبارة عن 4 حيطان، انت بتشغلي على 3 حيطان والحقطر الرابع ده المتفرج، فانت بتغير الديكور مرة مرتين ثلاثة والمتفرج قاعد بيتفرج. لكن غير السينما انت بتتفرج على مشاهد خارجية كتير ومشاهد داخلية كتير، فعملية التنوع واكشن وحاجات زي كده بتخرجك من الملل. لكن انا ازاي اسيطر عليكي او اسيطر على المتفرج لمدة ساعتين ونص قاعد على كرسي قاعد يتفرج على مسرحية، إلا إذا كان المؤلف استطاع أن يضع خطة للسيطرة على المتفرج. الحين أنت قلت دور المؤلف، خليني أنا أرجع للسؤال القديم وأتكلم بما أني أنا شاب يعني من الجيل الحالي. نحن دوما نروح لبعض أنواع المسرحيات ودوما دور المؤلف يكون في، يعني كيف أوصل لك يا سعادتك، إنه في أدوار صغيرة يكون فيها المؤلف، دور الممثل يكون أكبر لأنه هو اللي يقدر يسيطر علينا إن نحن نضحك ونستمر. في مشكلة؟ لا أنا هقول لك حاجة، لا يمكن الممثل يسيطر عليك إلا من خلال نص وورق جيد، وإلا يطلع لوحده من غير ورق ويورينا يسيطر عليك إزاي. أما مسألة أن اجتهاد الممثل وبراعته ده شيء مطلوب جدا لتوصيل الفكرة والمضمون والأداء، ما هو بقى نجم إزاي إلا إذا كان بارع في الأداء. هو مكمل لبعض، مكمل أساسي، لكن الورق يعني مثلا أنت ممكن تلاقي بطل يعمل مسرحية تعجبك ويعمل مسرحية تانية ما تعجبك، ما هو نفس البطل، ليه ما عجبكش في التانية؟ الورق مش مساعده، الكتابة مش مساعدها يعني. السيناريست الناجح له عين على الكتاب وأخرى على الحياة. أشكرك جزيل الشكر السيناريست والمؤلف المصري الشهير أحمد أبو سعود الإبياري على هذا الحوار الشيق، وللحديث تتم بالتأكيد إن شاء الله. وأشكرك جدا وأشكركم جميعا. شكرا لك ونورتنا. الله شكرا لك مشاهدينا، شكرا لك ليالي طبعا. يعطيك ألف عافية عبد العزيز. ولكن في الختام مشاهدينا أود أن أقول لكم أن أشرف الثأر هو العفو والتسامح، زينة الفضائل. تصبحون على خير.